هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. السلام عليكم. Je me présente Aziz Serben, رئيس أكاديمية سوكر ليونسو بكندا. جينا للمغرب باش ندير واحد دوري مع فرق مغربية منهم الوداد البيضاوي، الرجاء البيضاوي، الفتح الرياضي والجيش الملكي والكوكب المراكشي. الحمد لله هذه الزيارة هذه جات مع الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 اللي صراحة حتى أعطانا واحد الدفعة باش نجيبوا الناس كنديين المغرب ويشوفوا البلاد ويشوفوا المستوى بتاع الكرة المغربية هنا. وكذلك تنشكر الجامعة الملكية المغربية في شخص رئيسها سي فوزي القزع اللي عطاونا واحد الفرصة باش نزوروا حتى المركب محمد السادس اللي صراحة مركب كبير. تنشكرهم على هادو وتنشكروا جميع الفرق اللي اتاحوا لينا باش نجيو نلعبوا معاهم ويستضيفونا. تنشكروا الناس المكلفين بهذا الدوري هذا صراحة لاكوي كان مزيان وان شاء الله هذه بداية وان شاء الله مازال الحمد لله كما قلت لك اللي ولات الكرة المغربية واصلة العالمية سي نورمال حنا تتبان لنا الكرة هي الكرة المغربية في تطور كبير. حنا الحمد لله الفريق الجيش الملكي فريق كبير، مدرسة كبيرة في المغرب. الحمد لله حنا جايين باش نتعلموا هنا، جايين باش الوليدات يشوفوا المستوى ديال الكرة المغربية. حنا ماشي لوبجيكتيف ديالنا وهي النتيجة، ولكن الحمد لله الهدف ديالنا هو نشوفوا ونقارنوا نفوسنا مع الكرة المغربية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.